الفنانة أمال ماهر حفل غنائي في جدة أمس بالتعاون مع الموسيقار عمر خيرت ضمن حفلات موسم جدة، وحضر الفنان كريم عبد العزيز الحفل وتفاعل مع غناء أمال ماهر، خاصة أثناء غنائها أغنية لا مش أنا اللي أبكي، حيث استقبلها بالتصفيق بعد انتهائها من الغناء. كما ظهرت الفنانة أيتن عامر وهي ترقص على أنغام أغنية علي صوتك للفنان محمد منير واللي قدمتها أمال ماهر خلال الحفل بصوتها، وتفاعلت أيتن عامر مع كلمات الأغنية خلال رقصها عليها. وكان أهدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الموسيقار عمر خيرت هدية خاصة له، وكانت مفاجأة عمر خيرت من تركي آل الشيخ حفل تكريم ضخم للموسيقار في موسم الرياض لعام 2024.